مشاهدينا الكرام، هذه الفقرة عن الإبداع المصري بعيون جزائرية. يسعدنا أن يقرأ إبداع الكاتب الكبير السيد حافظ مجموعة من الباحثين الجزائريين، هم في زيارة إلى القاهرة. بيسعدنا نلتقي بهم الدكتور مفتاح خلوف، الأستاذ بجامعة محمد بوضياف. أهلا بحضرتك. شكرا. كما أرحب بالدكتور عزوز ختيم من جامعة محمد بوضياف. أهلا بحضرتك، أهلا بك. يعني شرفتونا واهلا بيكم. واحنا متشوقين جدا دكتور عزوز ان احنا يعني نتساءل، ما الذي لفت نظرك في مسرح السيد حافظ؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر قناة النيل الفضائية على هذه الاستضافة وعلى أنها أتاحت فرصة لنا كجزائريين أن نبدي إعجابنا بهذه الإضافة الثقافية للإعلام العربي. بداية إعجابنا أو اشتغالنا على السيد حافظ ليس بداية، إنما الأصل في أن العلاقة الثقافية بين الجزائر ومصر هي علاقة قديمة جدا. كانت مصر وستظل بإذن الله هي الرافد الأقوى في الثقافة العربية. نحن في الجزائر على الأقل جيل الاستقلال قدمت لنا الثقافة المصرية الكثير والكثير، قدمت لنا طه حسين، قدمت لنا العقاد، قدمت لنا الزيات، قدمت لنا شعراء كثيرين، قدمت لنا أحمد شوقي، قدمت لنا، نحن عرفنا أحمد شوقي أميرا للشعراء، وعرفنا حافظ إبراهيم شاعرا للفقراء. الثقافة المصرية كان لها أثر كبير في تكوين الثقافة المغاربية على العموم، لكن في الآونة الأخيرة طبعا لأسباب أو لأخرى كانت أو صارت الثقافة المصرية أقل تأثيرا في الوطن العربي لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وانتقلت، لا أقول الريادة، ولكن انتقلت المبادرة إلى دول كثيرة في المغرب العربي منها الجزائر التي تقدمت أشواطا كثيرة في النقد وفي الدراسات الأدبية اللسانية السيميائية إلى آخره. مثل السيد حافظ ليس من هذه السنة بل من سنوات سابقة مثل لنا مدونة مهمة جدا ليشتغل عليها النقاد الجزائريون، سواء على مسرحياته الكثيرة سواء على رواياته الكثيرة. فالسيد حافظ لا يمثل روائيا بالنسبة لنا فقط، إنما يمثل صاحب مشروع روائي ضخم وكبير لا يعالج العلاقة بين الإنسان والأرض فقط، بينما يعالج علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالأرض وعلاقة الإنسان بخالق الإنسان. فمشروع حافظ الروائي هو مشروع ضخم، كان لنا شرف أن نشتغل على بعضه، من رواياته، وأنا اشتغلت على بنية الخطاب الزماني في رواية كل من عليها خان، ويمكن بعد قليل أن نشير إلى ما هي الإضافات التي أضافها حافظ لتنويع هذه البنية أو لكسر البنية التقليدية للرواية. يعني حضرتك بتتكلم عن البنية في هذه الرواية، ولكن يعني بيتنوع كإبداع السيد حافظ بين المسرح والرواية، فهل اختلف عالم المسرح عن عالم الرواية من وجهة نظرك؟ شكرا أستاذة على هذه الاستضافة، وأتوجه من هذا المنبر النبيل بالشكر الجزيل لهيئة الإذاعة والتلفزيون المصري وعلى الرحابة التي لقيناها في بلدنا الثاني مصر. في حقيقة الأمر الحديث عن المشروع الثقافي الذي يحمله العبقري سيد حافظ هو حديث ذو شجون، وأنا من وجهة نظري أرى أن الكاتب المسرحي سيد حافظ والكاتب المسرحي أو الكاتب الروائي سيد حافظ يتماهيان في بعضهما البعض. فمشروعه المسرحي يحمل دلالات روائية، ومشروعه الروائي يحمل دلالات مسرحية، فأنت بين أمرين، بين كاتبين أحدهما يلاحق الآخر. فالمسرحي سيد حافظ يلاحق المسرحي الروائي سيد حافظ،
فأنت عندما تقرأ مشروعه الروائي تجد أن الروايات تحمل دلالات مسرحية درامية، وأنت عندما تبحث في رواية في مسرحيته تجد فيها طابعا سرديا يميل إلى الرواية، فهو ينتج عالم عملين فنيين يتماهيان في بعضهما البعض. يعني برضو كتابته للكبار وللصغار وللأطفال أيضا، يعني عالم إبداعي متنوع. لكن أنا عايز أتوقف عند كسر البنية التقليدية، يعني كتب أنواع من المسرح الكلاسيكي والمسرح العبث ومسرح الطفل، أنواع تنويعات مختلفة. بنية المسرحية عند سيد حافظ هل لها سمات خاصة؟ طبعا البنية الزمنية في الأعمال الأدبية لحافظ لسيد حافظ كلها لها خصوصيات ومميزات تميزها عن البنيات الزمنية في المسرحيات الأخرى. أنا لا أتحدث عن المسرحية لأن المسرحي الكبير الدكتور خلوف مفتاح موجود، إنما أتحدث عن البنية الروائية التي فاجأ بها سيد حافظ جميع النقاد المتتبعين لتقدم وتطور الرواية العربية، بحيث أن الرواية العربية أو الرواية ككل هي عبارة عن امتداد زمني مرتبط بمكان. أي رواية هي امتداد لزمن داخل مكان معين أو فضاء مكاني أو ما يعبر عنه في البنية بالبنية الزمكانية أو الزمانية المكانية، لارتباط الزمان دوما بالمكان. سيد حافظ استطاع في بعض المقاطع أو في بعض المفاصل في روايته من أن يفصل هذه البنية عن غيرها، ويترك القارئ ويترك للقارئ تلك الفجوة التي نسميها نحن اللسانيون الفجوات داخل النص، الفجوات الدلالية داخل النص. كل فجوة داخل النص لا يجب على القارئ المفترض أو القارئ الناقد أن يملأ تلك الفجوات حتى يستطيع أن يستمر في قراءة تلك الرواية. هذا الملأ يجعل القارئ ينتقل من كونه قارئ إلى كونه مبدع ثاني، لأنه استطاع أن يضيف من عنده ومن فهمه الخاص ومن ملئه لتلك الفجوة الزمنية والمكانية الموجودة داخل الرواية فيضيف لها من عنده، وهذا ما يجعله مشاركا في العمل الروائي. لذلك نجد أن جادامير طبعا الناقد المعروف يقول أن القارئ مبدع ثاني، أن القارئ مبدع ثاني، وهذا ما أراده سيد حافظ حينما كتب روايته وجعل في بداية الرواية 7 عناوين أو 7 اقتراحات في عناوين، وهي لفتة يعني إبداعية جديدة لم نرى قبلها من قبل، لم نرها لا في الروايات الغربية ولا في الروايات العربية، وهو أن يبادر صاحب الرواية أو الروائي إلى إعطاء الحق للقارئ في أن يسمي تلك الرواية ما شاء من أسماء أو عناوين محددة يراها الكاتب أنها أقرب إلى ما أراد أن يقوله. يعني سيد حافظ يجعل من القارئ مشاركاً ومؤلفاً داخل العملية الإبداعية، فهل المتلقي المسرحي أيضاً مشاركاً في مسرح السيد حافظ؟ هل هو مبدع بطريقة أخرى؟ طيب، الإجابة عن هذا السؤال بودي أن أطرح تسمية جديدة للعبقري سيد حافظ من زاوية إذا كان المسرح الأوروبي له شخص بعث فيه روحا جديدة اسمه بريخت، فإن سيد حافظ هو بريخت المسرح العربي. كيف يلتقي مع بريخت؟ يلتقي مع بريخت في طابع التجريب. فإذا عدنا إلى تاريخ المسرح العربي، أول نص مسرحي عربي حمل لواء التجريب هو لسيد حافظ، فهو الذي كسر طابوهات المسرح الكلاسيكي وخرج عن القوالب التقليدية القديمة وأوجد ميكانيزمات جديدة للكتابة المسرحية دخل من خلالها عالم التجريب، حتى وإن وجد في بداية الأمر في السبعينيات والثمانيات موجة من الغضب لأنه كسر القوالب، وصعب جدا أن تألف الأمة أو أن يألف القارئ العربي ظاهرة أو نمطا معينا من المسرح ثم يخرج عنه. لكن سيد حافظ واجه بجرأته الإبداعية هذه الموجة من الغضب واستطاع أن يتبعه فيما بعد ثلة من الكتاب دأبوا على الكتابة مثله. فالمتلقي عندما تسألين عن المتلقي في مسرح سيد حافظ، فالمتلقي يدخل إلى العمل المسرحي بوعي، ليس مثل المسرح الكلاسيكي الذي يدخل فيه المتلقي في إيهام فلا يفرق بين الحدث وبين الحقيقة، بين الشخصية المؤدات والشخصية التي تؤدي. ففي مسرح سيد حافظ يدخل المتلقي عالم النص الدرامي أو عالم النص المسرحي وهو محافظا على وعيه
بحيث يتلقى العمل المسرحي بوعي تام يحدث فيه ما يسمى كسر الإيهام. فالعمل المسرحي عند سيد حافظ من حيث التجريب من زوايا مختلفة، من زوايا التلقي، من زوايا السينوغرافيا، بل في كثير من المواقف أن أعمال سيد حافظ قد لا تحتاج إلى مخرج. لماذا؟ لأن سيد حافظ يمارس مهمات كثيرة في نصه، يشتغل في منجزه المسرحي، فهو يشتغل يعني نأخذ مثلا مسرحية مطلوب حيا أو ميتا، بإمكان أي إنسان بسيط أن يخرجه. ربما لأن السيد حافظ مخرج هو طيب. بنفسه ايوه، فهو يمارس وظيفته، بل في بعض الأحيان ثلاثة وظائف أو أربعة وظائف. فأنت عندما تقرأ هذا النص على سبيل المثال وهو النموذج لدراستي وتحليلي، تجد أن السيد حافظ يمارس العمل الفني بوصفه مؤلفا، ثم مخرجا، ثم سينوغراف، ثم ممثلا. فهو يقدم يعني ثلثاء نصه الدرامي هو إرشادات إخراجية، يجب أن يقول كذا وأن يفعل كذا وأن يقوم بكذا. فالمخرج المسرحي عندما يأتي ليشتغل على نصه يجده جاهزا من كل الجوانب. يعني دكتور عزوز، حضرتك درست رواية كل من عليها خان، وربما هناك تناص مع القرآن الكريم، ودراستك لغوية لسانية فيما يتعلق، فما هي أنواع ما فما هو التناص أو البنية المتعلقة بالنص المقدس، وهل تأثر بها في الداخل كما تأثر بها في عتبة النص؟ طبعا الحديث عن السيد حافظ أو عن الروائي سيد حافظ، حينما نتحدث عن عتبات النص، فالعتبات النصية عند سيد حافظ لوحدها كما يقول إخواننا في مصر حكاية. فعلا العتبات النصية عند حافظ يجب أن يقف عندها النقاد كثيرا. طبعا العتبات النصية كما يقول جيرار جنات هي ما يحدد اتجاه القارئ. العتبة النصية التي تمثل في الرواية عنوان الرواية، نجد أن سيد حافظ استطاع أن يتماهى بتناصه مع القرآن الكريم في قوله تعالى كل من عليها فان، إلى أن يجعل للرواية عنوان هو كل من عليها خان. نلاحظ أن سيد حافظ حينما أراد أن يتناص مع القرآن الكريم تناصات دلالية وظلالية. ما معنى الدلالية والظلالية؟ معناها أن الدلالة المباشرة التي يفهمها العاديون، الناس العاديون أو اللغويون العاديون، هم من يفهم اللغة العربية، والظلال الدلالية أو ما يسمى بفائض المعنى داخل الدلالة، فهذا يعني أن النقاد أو أصحاب الكفاءات اللغوية والثقافة اللغوية الكبيرة أو الروائية هم من يستطيعون أن يدققوا في اختلاف الفاء والخاء. لماذا سيد استطاع أن يغير حرفا واحدا في آية كريمة، حرفا واحدا، فتحول مسار الفهم ومسار المعنى إلى مسارات مفتوحة غير مغلقة. ماذا يقصد سيد حافظ بكل من عليها خان؟ هذه هاء عودة الضمير على من؟ هل على الأرض؟ هل على مصر؟ هل على قرية؟ هل على حي؟ هل على أمة كاملة؟ وهذه الانفتاح، هذا الانفتاح ما يجعل للنص سيرورة، ما يجعل للنص قدرة على الحياة أكثر، لأن النص يمتد ويحيا كلما اشتغل عليه. النص يحيا ويتمدد كلما قرأ، النص يتجدد إذا تجدد القارئ، النص يتمدد إذا تمدد القارئ، النص يخلد إذا خلد القارئ. لذلك العتبات النصية عند سيد حافظ مشكلة بالمعنى الإيجابي، مشكلة بالمعنى الإيجابي، وتطور رائع كما سماها الدكتور زعيطري محمد بالمخاتلة. نظام المخاتلة في العناوين هو نظام لا يجيده إلا أصحاب المواهب الكبيرة. يعني هي عناوين السيد حافظ تتنوع ما بين المخاتلات والتراث والعودة إلى الأفكار الذهنية والأفكار البوليسية، مطلوب حيا أو ميتا. يعني هذا العنوان برضو مثير جدا وتقليدي جدا في نفس الوقت. طيب إذا طرحنا هذه المسرحية وحاولنا أن نشرحها، فهي إعادة قراءة التاريخ. مطلوب حيا أو ميتا هي مسرحية جمالية، مسرحية ذهنية، مسرحية يعني لما تريد أن تصنفها تحتمل أكثر من مدرسة. فعندما تنظر إليها من زاوية تجدها من المسرح الكلاسيكي، وعندما تنظر إليها من حيث التأريخ للحوادث التاريخية تجدها من المسرح التاريخي.
عندما تبحث من باب الحجاج وما تحمله من روح للإقناع تجد أنها مصلحة تعليمي، عندما تذهب إلى تشريحها للواقع تجد أنها مصلحة واقعي اجتماعي. فمطلوب حيا أو ميتا هي مملكة سماها سيد حافظ لا تحدها لا حدود الزمان ولا حدود المكان. بطل المسرحية هو أبو ذر الغفاري الذي يظهر في زمن غير زمانه، فيجد أن المجتمع لا يحمل القيم النبيلة التي كان يتمتع بها، فيقرر توعية الناس للتذكير أن شخصية أبا ذر تؤدي دور الشخصية التي تنشر الوعي، وهي ما حدثتك عنه سابقا ما يسمى كسر الإيهام، وهي التنوير، وأن المسرح الملحمي عادة ما يميل إلى المسرح التنويري الذي يبث في الناس أفكار النهضة وأفكار التنمية وأفكار الأفكار الإيجابية في المجتمع. بمقابل ذلك هناك حيز أعطاه للمرأة في هذه المسرحية وهي زوجة أبي ذر التي تبقى دوما مشفقة عليه بعد أن ينفى إلى الصحراء وترفض أن تستسلم وتتحمل معه مشاق الحياة. طيب، فنظرات السيد حافظ في مسرحية واحدة تجد أن كل شخصية تمثل فئة اجتماعية معينة. الحديث حول الزمن هنا يعني فيه مخاتلة أيضا. نعم. من نوع آخر، عندما نتحدث عن المسرح أو الرواية فهي من الأعمال الفنية التنويرية كما ذكر دكتور مفتاح، يعني ما هي أهم الأفكار الفلسفية أو المنطلقات الفلسفية لإبداع السيد حافظ بشكل عام؟ طبعا إبداع حافظ لا يكمن فقط في قدرته على الكتابة الفنية للرواية أو للمسرحية، إنما عبقريته الفذة والحقيقية هي النظرة الفلسفية الكاملة لمشروعه، هو قدرته على الرؤية الاستشرافية، هو قدرته على مساءلة المكان والزمان، هو قدرته على قراءة التاريخ أو إعادة قراءة التاريخ. فمشروعه يقوم على سبعة أرواح موزعة ابتداء من قهوة سادة الروح الأولى إلى آخر روح سابعة. ما أنا بكاتب والروح الرابعة مثلا التي تناولتها أنا ودرست بعد الزمان أو البنية الزمنية في تلك الروح الرابعة التي سيطرت على كتابة كل من عليها خان هذه الرواية الوسطى التي تتوسط هذا المشروع. طبعا مشروعه الفلسفي هو محاولة حافظ أن يقول لنا بأن التاريخ يعيد نفسه، جميع المأساة التي مر بها مثلا في الروح الأولى مر بها، لماذا هو أعطى النموذج الفرعوني في قضية الجفاف والسبع العجاف، هو أعطاها في كل مرة تتحول تلك المأساة أو المشكلة الاجتماعية الاقتصادية إلى مشكلة مع روح أخرى. طبعا وهذا تناسخ الأرواح فكرة طبعا، لأنه يبتدئ من خلال المحاورة مع الدرزية. سهر تلك الدرزية التي تؤمن بتناسخ الأرواح وبأن الأرواح عقابها وثوابها لا ينتمي إلى الجنة أو إلى النار، إنما ينتمي إلى أن تولد في مخلوق آخر، فإذا غضب الله سبحانه وتعالى على شخص بعد وفاته فإن روحه ستتحول إلى إنسان شرير أو إلى امرأة. يعني أنا كنت أتوقف عند المرأة، لأن طرحه رغم أنه بيتسم بالتجريب وبيتسم بكسر الإيهام، إلا أن طرحه فيما يتعلق بالمرأة يعني عايزاكوا تفسره لي أكتر، يعني كيف يعني دور المرأة هي زوجة أبي ذر الغفاري، لكن الفعل الدرامي هنا أو الشخصية الدرامية هنا تشكلها؟ نعم، الشخصية الدرامية في مسرحية مطلوب حيا أو ميتا، شخصية أبي ذر هي شخصية المحرك الخفي. فإذا بحثنا، إذا عدنا إلى تاريخنا نجد أن وراء كل عظيم امرأة أعظم. طيب، فسيد حافظ يجعل من المرأة هي المحرك الخفي، هي الشخصية الخفية التي تدير الأحداث. ففي إذا عدنا إلى هذه المسرحية نجد أن سيرورة الأحداث وتنامي الفعل الدرامي مبعثه دافعه هو زوجة أبي ذر الغفاري التي تبقى واقفة معه، فربما في لحظة من اللحظات لو أحس بالوهن لتخلى عن مشروعه التنويري.
ولكن في كل مرة عندما يحس بالوهن يجد أن سنده هو زوجته. بمقابل ذلك نجد أن صهره الذي وقف شخصية أخرى هي شخصية سيف الدين الفاروق، وهو القاضي المعزول الذي طلب منه أن يحكم على بالموت يرفض ويستقيل من القضاء لإيمان بقناعاته التي أصبح يؤمن بها بفعل تنويري أو تنوره من أبي ذر. فزوجته تسعى دوما لأن تعينه في الاعتزال عن القضاء تحقيقا لأمنية أبي ذر. ففي كل مرة كل شخصية تتحرك لا تتحرك بمحض إرادتها، إنما وكانت وراءها إرادة أنثوية هي التي تحركها. يعني إذا هناك دور، ولكن دور يعني أثيري كذا للمرأة أو روحاني، يعني حتى في دور خلفي يعني هو دور يعني ما يعني وفاعل. إذا يعني كل من عليها خان والرقم 7 والأساطير الشعبية والدينية والتداخل الثقافي، إلى أي مدى تناولت الفكر الصوفي أو الفكر الشعبي بشكل يعني حتى في اللغة نفسها؟ طبعا حافظ موسوعي، رجل موسوعي الاطلاع، كثير المطالعة، كثير أو واسع الثقافة، ويظهر هذا من جميع أعماله. لا يوجد عمل، لا يوجد عمل يأخذ طناصات أحادية. كل أعمال حافظ أو سيد حافظ هي طناصات كاملة، طناصات ثقافية، اجتماعية، تاريخية، دينية، سياسية، اقتصادية. ولكن الملفت للانتباه هي الطناصات التاريخية، هي الطناصات التاريخية. وكأن سيد حافظ يحاول أن يثبت لنا بأن التاريخ يعيد نفسه في كل مرة، إنما يتبدل، تتبدل الصورة الظاهرة أو الصورة الشكلية للناس، والصورة الشكلية للمشكلة، الصورة الشكلية لما يراد أو لما يقاس من ألم أو لأشكال أخرى. إنما المشكلة الزمن التي أرى أنها عند حافظ تمثل شيئا لا يمكن أن يستوعب في رواية واحدة. مشكلة الزمن مشكلة فلسفية عند سيد حافظ. يعني إذا هي مشكلة في ذاتها فلسفية، الزمن ورؤيته دائرية. يعني لماذا اختار هذه الدائرة وما دلالة هذه الدائرة في هذه الرواية؟ يعني وحتى الدائرة من شكل الأشكال الهندسية المقدسة الكاملة التي لها دلالات لغوية برضو وسيميائية أكثر. يعني يظهر بعد الصوفي أكثر في أعمال سيد حافظ في ليالي دبي، جزء واحد وجزء اثنين. فهو يطوع نظرية الموسيقى وسمو الروح، جلال الدين الرومي، سمو الروح، كيف أن الإنسان في كثير من المواقف يتجاوز مشكلته الآنية بالموسيقى. ويسمي سيد حافظ هذا العبقري، يسمي أجزاء رواياته ليالي دبي جزء أول وجزء الثاني، فأجزاؤها الصغرى يسميها بأسماء موسيقيين، جلسة مع فلان، جلسة مع فلان، جلسة مع فلان. وهو ينتقي في تلك اللحظات حتى لغته الشعرية، شعرية اللغة تنتقل من اللغة البسيطة إلى اللغة الفنية، وهو ما يثيره رومان جاكوبسون في وظائف اللغة. فاللغة عند سيد حافظ لا تستقر عند الدرجة الصفر، بل تنمو تسقط، تتعالى تنمو تسقط بحسب درجة الروح وسمو الروح في ذلك الموقف. فالروح الصوفية في أعمال سيد حافظ متجلية أكثر في ليالي دبي. يعني أبو ذر الغفاري برضو له يعني باعتباره شخصية حقيقية، عندما يتناول شخصية حقيقية في أعماله وعندما يتناول شخصية خيالية كيف اختلف يعني تعامله الدرامي في أبو ذر الغفاري؟ أعتقد أنه يختلف عن الروايات الأسطورية، تناول روايات أسطورية، تناول روايات تاريخية لبطولات تاريخية، تناول أعمال تجريبية. فهل على مستوى الزمن فقط كان التجريب في التجريب عند سيد حافظ؟ أسف، المقاطعة، التجريب عند سيد حافظ ليش يشتغل فقط على عنصر الزمن، عنصر استدعاء الشخصيات من تاريخ، ليس استدعاء الشخصيات من باب ما يسمى التمثيل التشخيصي فقط، بل استدعاء الشخصيات من أجل إعادة طرح
من أجل إعادة قراءة للواقع التاريخية في الظروف الحديثة. فطه عبد الرحمن أو محمد أركون جزائري الذي دعا إلى إعادة قراءة التاريخ. إعادة قراءة أنا بدون مقاطعة، إحنا الفقرة الأولى النهاردة كانت عن محمد أركون، والنهاردة اليوم جزائري بجدارة بامتياز. يعني وحتى لما بتكلم عن دراساتكم اللي عملتوها عن الدراسات الأدبية، أعتقد أنكم بتتفقوا مع أركون أكثر في مناهجه يعني ونظرياته التي استخدمها في تحليل وتفكيك القراءة. بناء الفهم أنسنة الفكر، بناء الفهم وبناء التفسير وبناء الوعي. فقد تفهم نصا قديما ولكن لا تستطيع تفسيره ما لم تخضعه للحظة الراهنة، ولا تستطيع بناء الوعي ما لم تستطع تكيفه مع المتلقي الجديد. فسيد حافظ يشتغل على هذه الثلاثية، ثلاثية الفهم والتفسير والوعي. فعندما يستدعي شخصية من التاريخ فهو لا يستدعيها من باب ما يسمى الاستباق أو الاسترجاع أو فلاش باك أو العودة بالتاريخ إلى الوراء، لكن يستدعيها لمحاكمتها فنيا، لمحاكمتها تاريخيا، فيستعملها بكثافة علاماتية. فشخصية أبي ذر لا تمثل شخصية ذلك الصحابي الجليل فقط، بل تحمل كثافة علاماتية صوتية ودينية وفكرية وثقافية وزمنية. هذه كلها نربطها باللحظة الراهنة لنستطيع تفسير هذه الظاهرة الفنية أو الظاهرة الجمالية، وكيف يتلقها، فما يتلقها عندما يتلقها المتلقون على اختلاف درجات الوعي لديهم وعلى اختلاف الثقافة. نستطيع أن ننتج في كل متلقي شخصية أبي ذر بوجهة تختلف عن شخصية الأخرى. إذن يعني التعامل مع الذهنية العربية، يعني إلى أي مدى كان هناك دراسات كثيرة عن سيد حافظ خاصة في الجزائر؟ يعني وجدت دراسات كثيرة في المغرب والجزائر وأيضا في الكويت، هناك يعني رؤية عربية يمكن أن نبني عليها؟ يعني يخاطب، هل بالضرورة هو يخاطب القارئ العربي أم أنه يخاطب القارئ المطلق بشكل عام، يعني تحديده للقارئ عند الكتابة؟ هذا السؤال سئلناه قبل أن ندخل إلى الاستديو من طرف بعض الإخوة هنا، ما وسؤالهم كان ما يميزكم في الجزائر؟ لماذا تتميزون بالنقد؟ لماذا تتميزون بالدراسة اللسانية؟ لماذا تتميزون بالدراسة السينيائية؟ طبعا وجود النقد متقدما جدا في الجزائر، وجود الدراسات السينيائية والدراسات اللسانية متقدمة جدا في الجزائر، يعود إلى اطلاعنا المباشر على الحضارة الغربية، على المناهج الجديدة، على المناهج الحديثة. طبعا ومن المؤلم، أن نقول بأن الدراسات العربية أو المناهج العربية أكل الدهر عليها وشرب. لازلنا نحن في الدراسات الانطباعية، ولازلنا في تلك الأمور الذاتية، لازلنا لا نعطي للنص حقه إلا إذا اشتهر هذا صاحب هذا النص. لازلنا نثق بالروائيين قبل أن نثق بالرواية، لازلنا نقدس الروائيين قبل أن نقدس الرواية، لازلنا نتعامل مع الأشخاص. المفروض أن نتعامل مع العمل الأدبي بغض النظر عن من كان صاحبه. إذا كان عملا حقيقيا وعملا صحيحا وعملا فيه إبداع وعمل فيه تطور وعمل فيه تحسين رؤية للمستقبل، فيه قفزة فنية، مهما يكون صاحب هذا العمل يجب أن نقر بهذا العمل وأن نعطي لصاحب العمل حقه. يعني إحنا سعدنا بالحوار معك وعن إبداع الكاتب السيد حافظ. في ختام هذا الحوار أشكر الدكتور عزوز ختيم من جامعة محمد بوضياف المسيلة، كما أشكر الدكتور مفتاح خلوف أستاذ بجامعة محمد بوضياف المسيلة أيضا. شكرا لكم. ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم والمشهد الثقافي الجزائري بعد هذا الفاصل مع الزميلة هبة فهمي.